مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. ومساك الله بالخير والنور والسرور يا فوز. مساء الله بالنور والسرور والخير يا لولو، ومسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذه الأيام الفضيلة. مشاهدينا الكرام، يعني اكيد تواصل مملكه البحرين تسخير كافه امكانياتها بتوجيهات قيادتنا الله يحفظهم ويرعاهم، والخطط الاستباقيه اللي مكنت المملكه من مواصله نجاحاتها في التصدي لفيروس كورونا ومواجهه تداعيات انتشار هذا الفيروس. وهذه الانجازات في التصدي لهذا التحدي جاءت نتيجه حزمه السياسات والقرارات والاجراءات الماليه والصحيه اللي سبقت بمراحل انتشار الفيروس، وساهمت فيها جهود كوادرنا الوطنيه في الصفوف الاماميه والوعي المجتمعي اللي كان له الاثر الكبير في الحد من انتشار الفيروس. مشاهدينا الكرام، نبتدي معاكم حلقتنا لهذا اليوم بابرز الاخبار، لكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، وبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء. ورفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد وإلى المواطنين والمقيمين، دعينا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته أيده الله وعلى سموهما حفظهم الله بالخير واليمن والبركات، وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار. وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين الكرام بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وبخاصة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك لمقتضيات الظروف الحالية وما تستوجبه من إجراءات لتجنب ارتفاع الحالات والتقليل من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. ومن جانب آخر، وجه سمو ولي العهد وزير التربية والتعليم لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسي 2020-2021 في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة والطالبات إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بعد، وأن تتخذ الوزارة كافة الاستعدادات اللي تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين. وفي خبر آخر، أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، أكد أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك لتجنب ارتفاع الحالات كما حدث بعد عيد الفطر.
وقال معالي الفريق طبيب بأن مواصلة الالتزام بعزم بكافة التعليمات والضوابط المعلنة من الجهات الرسمية يسهم في دعم ما قامت به البحرين من جهود قطعت بها شوط كبير في التصدي لهذا الفيروس والحد من آثاره على الحياة العامة وفق أسس مدروسة. في خبرنا الأخير، رعت سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى حفل خاص أقيم لتكريم الخريجين من ذوي الهمم اللي أنهوا المرحلة الثانوية بنجاح وتفوق بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بذوي الهمم مع الحرص على تطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة. بالفعل، وأشارت الفضالة إلى أن الاحتفاء والتكريم بما يحققه ذوي الهمم والعزيمة من منجزات ونجاحات سواء في المراحل الدراسية أو في أي مجال آخر يعتبر دائما حافز لهم لمواصلة العطاء وتجاوز التحديات والصعوبات اللي يواجهونها في الحياة بسبب ظروفهم الخاصة والإسهام في التنمية المجتمعية. وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيسة لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى. مساء الخير أستاذة. النور والسرور. يا هلا. يا مرحبا فيك أستاذة سبيكة. يعني كيف انطلقت لديك الفكرة بتكريم الخريجين من ذوي الهمم؟ والله بداية حابة أشكركم على هذه الاستضافة وأيضا على اهتمامكم بهذه الفعالية. ذوي الهمم شريحة مهمة جدا في المجتمع البحريني وتكريمهم واجب علينا. دائما سيدي صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه دائما يوجهنا بضرورة الاهتمام بهذه الفئة، واحنا اليوم ان شاء الله نمشي على خطى سيدي صاحب الجلالة وعلى توجيهاته. هذه الفكريات لتشجيعهم لمواصلة مشوارهم التعليمي وان شاء الله تكون حافز ودافع لهم لمواصلة الدراسة الجامعية. ذوي الهمم مميزين
لأنهم يبذلون جهد مضاعف يعني في الدراسة، والحمد لله هم أثبتوا للجميع قدرتهم على إتمام دراستهم وبجدارة أيضا، فواجب كان علينا تكريمهم وعمل هذه الفعالية. نعم، يعني كيف وجدت التجاوب من المؤسسات والجمعيات وحتى عائلات ذوي الهمم لفكرة هذا التكريم، خاصة وأن احنا يعني نعيش ضمن ظروف استثنائية تتطلب إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا؟ اي نعم، بالنسبة عن الجمعيات كان تواصلي الأولي مع الجمعيات وما قصروا، أبدوا تعاونهم معنا وزودونا بالأسماء، وكانت فرحتهم كبيرة بهذه الفعالية. وطبعا احنا تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم وزودونا بكشف الأسماء، ما قصروا. فبالنسبة عن الإجراءات الاحترازية، تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات، طبعا هذه بتوصية من معالي الرئيس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، فالتزمنا بالتباعد الاجتماعي وطبقنا كافة الإجراءات الاحترازية. كان هناك تعاون كبير من أولياء الأمور، طبعا حكم الظروف الاستثنائية اللي نمر فيها ما قدرنا نستقبل في الاحتفالية إلا ولي أمر واحد مع كل طالب، رغم أن البعض كان ودنا الأم والأبو يكونوا متواجدين في الاحتفالية، ولكن الحمد لله تعاونوا معنا وقدروا الظروف والإجراءات اللي احنا التزمنا فيها. في نقطة وايد مهمة حابة أذكرها بالنسبة حق هذه الاحتفالية، وهي نقطة وايد جميلة أيضا. تفضل. الاحتفالية كانت يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية، كانوا متواجدين معنا موظفي الأمانة العامة في المجلس وعلى رأسهم الدكتورة فوزية الجيب يعطيها العافية، عملوا بجهد لإنجاح هذه الاحتفالية. فالمتعارف عليه أن بعد انتهاء من الفعالية نحن نشكرهم على حضورهم في يوم إجازتهم، صحيح، ولكن العكس هو اللي صار في هذه الحالة، الموظفين هم اللي شكرونا أنهم كانوا جزء من هذه الفعالية. السعادة كانت واضحة على الجميع، الكل من الخريجين أولياء أمورهم الموظفين، كل من حضر هذه الفعالية كان واضح عليه اللي هو السعادة والفرح بهذه الإنجاز. إن شاء الله تكون بداية جميلة لمشوارهم التعليمي، والله يوفقهم إن شاء الله ويوفق الجميع. آمين يا رب العالمين. حتى وإحنا في الاستديو أستاذة سبيكة يعني قاعد نشوف الفعالية هذه ونشوف الفرحة في محيا أولياء الأمور والطلبة أنفسهم من ذوي الهمم، إحنا بعد فرحانين بهذه الفرحة المميزة جدا. يطول بعمرك، هاي شعور عند الجميع، يعني كان شعور ما أقدر أوصفه لك. فعلا. الحمد لله قدرنا أن إحنا نسعدهم وأن نكون جزء يعني من هذه الفرحة، إحنا نشكرهم أن سمحوا لنا نكون جزء من فرحتهم، الله يوفقهم إن شاء الله. يعطيكم العافية أستاذة سبيكة على هذا يعني الفعالية المميزة وهذه الخطوات المباركة. سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيسة لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، كل الشكر والتقدير لك. تمر الأيام بما فيها من محن وظروف، بالمصاعب والتحديات، ولكن نقف أمامها، نتجاوزها ونتخطى بإبداعاتنا واقعها الصعب لمستقبل أرقى. نحول المحن إلى منح والتحديات إلى فرص، مع كل يوم نصنع لهذا الوطن إنجازاً جديد، لأننا منه وفيه نقف له وقفة وطن. حياكم الله من جديد. ولمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للتعامل مع آثاره، زاد صندوق العمل تمكين حجم ميزانية برنامج دعم استمرارية الأعمال كخطوة تحفيزية تأكد على الالتزام في مواصلة تقديم فرص الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا. هذا زيادة يا فواز، هذه زيادة المضاعفة لمبالغ الدعم للمؤسسات في القطاع الأكثر تأثر راح تشمل كل الأندية، تشمل الأندية والصالات الرياضية وأيضاً الصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي ومعاهد التدريب ومكاتب السفر والسياحة. صحيح يا لولو، يعني ويتركز قيمة الزيادة على دعم المؤسسات الأكثر تأثراً واللي
يعني ما سبق أن تم قبول طلباتها ضمن المرحلة الأولى، وراح يتم النظر كذلك في طلبات المؤسسات التي ضمن القطاعات الأكثر تأثراً واللي قامت بالتسجيل مسبقاً في البرنامج وما شملها الدعم ضمن المرحلة الأولى. بالفعل، وراح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع وبنتحاور مع العديد من المستفيدين من هذا الدعم خلال حلقتنا اليوم بإذن الله. وفي هذا الإطار يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيدة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. أو شي خلينا مسي عليك بالخير. مساء الخير، مشكورين على هالاستضافة. شكرا. العفو والله، أنت اللي مشكورة أنا موجودة معنا. أستاذ، يعني أكيد أهم سؤال يدور في البال هو يعني لو نتكلم عن الجهود الوطنية اللي تقوم بها مملكة البحرين من أجل الحد من تبعات جائحة كورونا اللي من الممكن أن إحنا نستشرفها في هذه الظروف، لو تكلمينا أكثر عن الدعم شنو يعني لكم وشلون ساهم فعلا في أن هو يقلل من تبعات هذه الجائحة؟ إن شاء الله. أنا بداية ودي أنتهز هالفرصة أن أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله، لأن ما قصروا على الجهود الجبارة والإجراءات الاحترازية اللي خذوها حق المواطنين وحق قطاع الخاص بشكل عام. اليوم الحكومة خصصت 30% من الناتج المحلي الإجمالي علشان نخففون من التحديات اللي قاعدة تواجه البحرين بسبة الجائحة. الحكومة خصصت رواتب حق موظفين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ما يعادل 215 مليون دينار. إضافة لذي بعد قرروا أن يدفعون الرواتب حق القطاعات الأكثر متضررة اليوم بنسبة 50% حق كل رواتب البحرينيين اللي متوظفين اليوم في كل هالخمسة وست قطاعات. الوزارات الحكومية، عندنا وزارة التجارة، عندنا وزارة الأشغال والبلديات، عندنا المجلس الأعلى للهيئة، عندنا بنك الإسكان، كلهم طبعاً أعفوا الإيجارات على كل الأماكن المستأجرة أو الأراضي التي تحت مظلتهم. وزارة التجارة أعفت رسوم تسجيل السجل التجاري وأطلقت منصة mall.bh اللي فعلاً يفي وقت، لأنه ساعد كثير من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة علشان يكون عندهم التكنولوجي أدفانتج. أي نعم. إذا ينع على غرفة البحرين، طبعاً إحنا نعتبر شريك استراتيجي مع الحكومة. رئيس الغرفة من مارش قعد مع كل رؤساء العشر لجان اللي عندنا واتفقوا أن أهم شيء نركز عليه اليوم التحديات اللي كل قطاع تجاري غير نفطي قاعد يواجه، وكل هالتوصيات رفعت لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة بعد بدورهم رفعوها للدوائر أو المؤسسات المعنية، والحمد لله كثير من هالتوصيات تفعلت وخدمة القطاع التجاري بشكل يعني ممتاز. غرفة التجارة أيضاً أعفت عن رسوم الاشتراك لمدة سنة ما يعادل 1.2 مليون دينار، ساهمت مع محافظة العاصمة في تكوين مكان حق العمالة الموافدين اللي يعيشون فيه عشان يعني إجراء احترازي، مو لأن كان وقائي في وقائي بعد. نعم. نفس الوقت. نعم. ساهمنا في النخير، حملة في النخير ب 300,000 دينار. دراسات لليوم، قسم الدراسات قاعدين يسوونها في الغرفة طبعا تلعب قاعدة دور مهم، لأن قاعدة توضح لنا القطاعات اللي أكثر متضررة في السوق وشنو الإجراءات اللي لازم ناخذ علشان إحنا نركز ونفكر على الاستدامة. استدامة جدا مهمة اليوم. اليوم نحتاج إحنا اليوم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة تمثل يمكن 99% من الشركات اللي عندنا مسجلة في البحرين، فاستدامة هالشركات جدا مهمة في الوضع الصعب اليوم. يعني فعلا حزمة اقتصادية متكاملة، لكن بضيف جزئية بعد عليها اللي هو تعطيل رسوم تصاريح العمل. اي نعم. بعد هذه كانت تنضاف حق هذه الحزمة الاقتصادية اللي فعلا قللت من تبعات هذه الجائحة، اللي بدينا حتى اقتصاديا نقرا الارقام مخيفة حول العالم. بالضبط. لكن مملكة البحرين فعلا بهذه الحزمة حاولت التصدي قدر الامكان لتبعات الاقتصادية. والله يا دكتورة، يعني لو بنعد من اجراءات الحكومة في دعم رواد الأعمال في مختلف المجالات ما بنقدر نحصيها خلال هذا البرنامج، لكن إن شاء الله لنا وقفات في هذا الجانب وبنعد وبناخذ بعض
رواد الأعمال اللي كانوا تضرروا من الجائحة ويات الحزمة المالية وقدمت لهم الدعم الكبير، ومتواصلين معك بالتأكيد أستاذة سونيا. ولكن خلنا نتوقف مع السيد نواف الجشي رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب اللي ينضم لنا عبر سكايب. أولا مساك الله بالخير أستاذ نواف، وبداية إلى أي مدى ساهم دعم استمرارية الأعمال من تمكين في الحد من الآثار والتبعات اللي نشهدها في الفترة الحالية؟ مسيكم بالخير جميع المشاهدين، وإن شاء الله الجميع في صحة وسلامة. طبعاً الآثار كانت اللي هي المدمرة، خلينا نقول لجائحة الكورونا، كان لها جوانب كثيرة سلبية، بس كذلك كان لها جانب مشرق اللي هو بين الحمد لله تكاتف واستعدادنا في المملكة لتخطي الصعوبات بكل أنواعها. واللي عزز من ذلك هو قرار جلالة الملك الله يحفظه بالدعم الحزمة الاقتصادية اللي هي ساهمت بشكل كبير، وكما كان دائما حريص جلالته الله يحفظه أنه هو الاهتمام بالمواطن البحريني، وهذا الدعم كان موجه تجاه المواطنين البحرينيين وكذلك المؤسسات الوطنية. ونفس ما دائما يقول، هو المواطن هو الهدف الأساسي للتنمية، دائما مركزها المواطن. نشكر كذلك احنا في جمعية معاهد التدريب اللي هو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان الخليفة، على الدعم الكبير اللي قدم إلى جميع القطاعات والمواطن البحريني، واللي بسبب هذا النوع من الدعم الحمد لله كانت الحزمة الأولى أنقذت كثير من القطاعات ومن ضمنها قطاع التدريب. الحزمة الثانية هي نتيجة لتفاعل القطاعات الأكثر تأثراً، واللي هو رعاية القيادة كذلك، اللي أضافت وعطت مجال أكبر لهذه القطاعات اللي تأثرت بشكل كبير أن هي تنتعش، أو خلنا نقول أنها تستطيع أن تستمر لفترة أطول من الزمن. طبعاً أحب أبين أن قطاع التدريب في البحرين هو قطاع صار له تقريباً 50 سنة، هو قطاع ناضج، الدولة تكرمت باحتواء هذا القطاع وتأسيسه من سبعينيات القرن الماضي. طبعاً في توجه من القيادة للمحافظة عليه وتنميته، وذلك يتجلى من خلال اللي هو المجلس الأعلى لتطوير التدريب التعليم والتدريب بقيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك، وكذلك اللي هو هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. اليوم احنا عندنا 95 معهد تقريباً، هذه المعاهد توظف كوادر وطنية في أغلبها، معظم موظفينا من البحرينيين، كذلك اللي يملكون هذه المؤسسات هم من البحرينيين كذلك أغلبهم. اليوم في ظل الجائحة هذه، هذا القطاع حافظ على كوادر الوطنية ولم يكن هناك تسريح، وإحنا فخورين بهذا الإنجاز اللي حققه هذا القطاع في ظل الأوضاع الاستثنائية. وكذلك ان احنا قدرنا ان نحافظ على هذه الكوادر اللي استثمرنا فيها الكثير، وكذلك ان يعني هي تغطي جزء كبير من عملياتنا. قطاع التدريب يوظف تقريبا 1500 موظف من موظفين بدوام كلي اللي هم كوادر رئيسيه ومدربين، وكل هذا لين يعني من الطواقم او الكوادر الوطنيه. طبعا القطاع كذلك له دور اساسي ومفصلي في عمليه التنميه المستدامه، وفي عمليه اللي هو جعل البحريني الخيار الافضل للتوظيف، وهو حلقه اساسيه. احنا هني نود ان نشكر اللي هو مؤسسات الدوله وعلى راسهم تمكين قياده اللي هو سعاده الشيخ محمد بن عيسى، ودائما احنا في تنسيق معاهم وتنسيق مع سعاده الدكتور ابراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين، مع مختلف مستويات
اللي هو الإداريين والمسؤولين في تمكين لحل حالة الأمور، وليس فقط تمكين، احنا بعد دائما في تنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى اللي من ضمنها وزارة العمل اللي هي مع سعادة وزير العمل جميل حميدان والطواقم الإدارية والتنفيذية، والحمد لله بسبب هذا الدعم اللي احنا نلقاه والتنسيق المستمر كان بإمكاننا اليوم ان احنا نحافظ على كوادرنا ونستمر في العمل، وان شاء الله يا رب العالمين نستمر الى ما بعد الجائحة. احنا طبعا نتمنى بإذن الله في الأيام القادمة ان يتم السماح لقطاع التدريب بأن يعاود اللي هو التدريب الصفي والعملي، وذلك من أجل أنه يستطيع أن يقدم دوره الكبير على غرار ما قد يعني سمح إلى قطاعات كثيرة بمعاودة العمل وإعادة افتتاح أنشطتها في المملكة، لأن قطاع التدريب يستهدف اللي هو فئات راشدة من الباحثين عن عمل ومن الموظفين الحاليين، وإن شاء الله يرجع لهو السماح ببدء دورات تدريبية جديدة وقبول طلبات، لذلك من أجل أن يتحقق للقطاع بإذن الله أن الرجوع السريع يعني لأن القطاع يقدم دوره في هذه المرحلة بتهيئة البحرينيين لمرحلة الكورونا وما بعد الكورونا. نعم يعني أستاذ نواف، شهدت الفترة الحالية توجه العديد من معاهد التدريب إلى التعلم أو التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد، شلون تقيمون تجربتكم في هذا المجال؟ نعم، تجربة معاهد التدريب تجربة ليست بجديدة، لكن اليوم اللي هو الجائحة سرعت كما هي سرعت في قطاعات أخرى التوجه إلى المنظومات الإلكترونية. التدريب الإلكتروني اليوم أصبح هو الوسيلة الوحيدة للتدريب، والحمد لله معاهد التدريب متمكنة من تقديم هذا النوع من التدريب بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالتنسيق مع تمكين، بالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. احنا اليوم في جمعية المعاهد وقطاع التدريب حريصين على تقديم جودة عالية. اليوم التدريب الإلكتروني ناضج، وإن شاء الله سوف يكون له مستقبل كبير في المستقبل القريب حتى ما بعد الجائحة بإذن الله. طيب أستاذ نواف، أنا يمكن بروح معك بعيد، ما هي إمكانية أن هي تستمر هذه التجربة لما بعد انتهاء هذه الفترة؟ طبعا يعني بناء خلنا نقول القدرات اليوم وتسريعها من أجل تشغيل التدريب الإلكتروني كان له دور كبير أن يسرع في عملية اللي هو بناء الطاقات في مجال التدريب الإلكتروني والتدريب الافتراضي. وكذلك اليوم احنا عشان نصل الى المستقبل خلينا نقول بامان ونقود كذلك اللي هو خلينا نقول التدريب الالكتروني والتدريب اللي هو الافتراضي كما قدنا في السابق وما زلنا التدريب الصفي والتدريب العملي، هناك احنا يعني مطالبين ان على مستوى الدوله ان يكون في قوانين تؤطر ذلك، واحنا على عمل مستمر مع الجهات الرسميه في الجمعيه مع وزارة العمل والتمكين وهيئة ضمان الجودة لوضع قوانين تكون تنظم هذا ولضمان جودة هذه المرحلة، ونرى أنه المستقبل في التدريب الإلكتروني بإذن الله، وسوف نكون سباقين كما كنا دائما بإذن الله. نعم الأستاذ نواف الجشي رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب، كل الشكر والتقدير لك. طبعا عودة مشاهدينا الكرام لضيفتنا استاذة سونيا جناحي. استاذة سونيا، يعني ما هي الاستفادة اللي حققتها هذه المؤسسات من هذا الدعم؟ طبعا احنا ما ننكر اليوم دعم تمكين انه فعلا ساعد في استدامة كثير من الشركات بالذات المتناهية الصغر والصغيرة. صحيح. دعم تمكين اسست ميزانية 40 مليون دينار في الحملة الاولى اللي اطلقتها في مارس
2020 ساعدت أكثر من 15,000 مؤسسة بحرينية اليوم موجودة مسجلة في البحرين. المؤسسات استلموا دعم ما بين 1000 دينار ولـ 12,000 دينار. طبعا هذه المبالغ متوزعة على مدة 3 أشهر. هذه المبالغ استخدموها حق دفع معاشات الأجانب، دفع التزامات مالية عليهم، فساعدت كثير من هالشركات في الاستدامة. صحيح. وبناء على التوجيهات اللي جات وعلى الدراسات اللي صارت ولا شفنا القطاعات الأكثر متضررة، تمكين طرحت الحملة الثانية اللي الحين في جولاي بتساعد بعد كل الشركات المؤسسات المتضررة 3 أشهر إضافيا، ف3,000 شركة بعد بيستفيدون، يعني تقريبا 6 أشهر بيستفيدون من مساهمة تمكين، وهذه طبعا بيساعد كثير على استدامة هالشركات المايكرو سمول والصغيرة، على أساس إن إن شاء الله يستديمون في عملهم وما يكون في طبعا يعني يتخلون عن موظفينهم. الموظف يكون موجود سواء بحريني ولا وافد غير بحريني، وإن شاء الله يعني نطلع من هالأزمة بأقل خسارة ممكن. وإن شاء الله ما في خسائر. وإن شاء الله يعني نتكلم عن هذا الكم الكبير من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، نتكلم عن عدد الأسر المستفيدة من هذه المؤسسات، الأسر أصحاب المشاريع وحتى أسر العاملين في مثل هذا المشاريع. بالفعل، وإن شاء الله يا رب مثل ما تفضلتي يعني إنه ما يطلع أحد خسران من السوق في هذه الفترة يا رب. خلونا بعد نتابع في نفس على نفس هذا القرار مشاهدينا معاكم هذا التقرير اللي يستعرض برنامج دعم استمرارية الأعمال، وراجعين لاستكمال حديثنا حول هذا الموضوع. يعني أيضا مشاهدينا يسرنا أن ينضم لنا عبر سكايب السيد جهاد الأمين رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية. أو شيخ أمسي عليك بالخير أستاذ جهاد، وأكيد نتيجة الظروف الاستثنائية اللي قاعدين نعيشها أكيد شهدت أنشطة السفر والسياحة، وأنا أقولها وقلبي يعورني، يعني خسائر أو انحسار كبير شهدتها تجاه العديد من مكاتب السفر والسياحة، ولكن بعد شفنا في نفس هذا الجانب أن كثير من مكاتب السياحة والسفر اتجهت إلى السياحة الداخلية في المملكة كبديل عن السفر. شلون تشوف إقبال البحرينيين على هذه التجربة وشنو هي البدائل الأخرى؟ الله يمسيكم بالخير. طبعاً ما في شك أن الفترة الأخيرة هذه الوضع فرض نفسه مع إغلاق المطارات حول العالم وتوقف حركة الطيران، وجد نفسه البحريني مضطر إلى أنه يخلق برامج ترفيهية لأبنائه بين الأوائل والأصدقاء، فكان في البحث عن فعاليات وأنشطة سياحية داخل البلد. لاحظنا توجه العديد من المواطنين إلى الشواطئ بشكل عام. هناك من يملك بعض البيوت في المناطق اللي تسمح للأنشطة البحرية، وهناك من استأجر، وهناك من قام بشراء قوارب ويعني نسميها الطراريد للتوجه إلى البحر. فهذه أثبت فعلاً أن هناك مساحة كبيرة لتطوير السياحة المحلية، واللي إحنا تمنينا على العديد وفي عديد من المناسبات على الإخوان المهتمين للتوجه في الاستثمار في السياحة المحلية، لأن ما زالت الأرض خصبة لهذا الغرض. نعم، الآن مع الدعم اللي قدمته تمكين، إلى أي مدى برأيك أستاذ جهاد تستطيع مكاتب السفر والسياحة الاستمرار في أعمالها في ظل الظروف الحالية؟ في الواقع من بعد جائحة كورونا وجدت نفسها مكاتب السفر والسياحة في مأزق كبير، شلت تماماً. طبعا
قامت طيارتنا الرشيدة مشكورة على رأسها سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه وسيدي سمو الأمير الملكي الشيخ خليفة بن سلمان وسمو الأمير الملكي الأمير سلمان بن حمد بتوجيه جميع الطاقات لدعم الاقتصاد بشكل عام ومؤخرا وبشكل خاص تم دعم المؤسسات الأكثر تأثرا خلينا نسميها واللي على رأسها مكاتب السفر والسياحة وجميع الأنشطة المتعلقة بقطاع السياحي. الصعوبة تكمن في الاستمرارية لكون معظم هذه المؤسسات العاملة في هذا القطاع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جاء الدعم ليساعد هذه المكاتب على إعادة ترتيب وضعها. نعم قد يستمر البعض ولكن قد يجد نفسه البعض منهم مضطر إلى إدخال تعديلات جذرية على نشاطه. وفي هذه المرحلة ننصح هؤلاء بإعادة النظر والنظر في عملية الدمج بما بينهم أو النظر إلى الاستثمار في السياحة الداخلية لما لها من عائد وإن شاء الله بإذن الله إذا تم عن قريب إعادة فتح الحدود وفتح جسر الملك فهد بالذات راح يكون هناك طلب كبير على الأنشطة السياحية فقد تكون هذه فرصة ثانية لهذه المكاتب والمؤسسات العاملة في هذا القطاع للتنويع ولإيجاد أفكار جديدة. السيد جهاد الأمين رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية شكرا جزيلا لك. فاصل مشاهد الكرام وراجعين بالتأكيد. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه، باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم، وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. عودة لكم مجدداً أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف السيد ياسر بن شبيب مدير العلاقات العامة والشؤون الإدارية بمجموعة علي يوسف علي رضا القابضة. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا ويا مرحبا. يعني لو تكلمنا عن أثر الدعم المقدم من قبل تمكين لاستمرارية العمل. أولاً نشكر الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم جناحي في تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الدعم الرئيسي لأصحاب الأعمال. لا شك أن أثر الدعم صب في صالح مؤسسات المتعثرة من جري الوضع الاقتصادي. جاء التمكين بالدعم في الوقت المناسب
وهذه ليست المرة الأولى اللي احنا نطرق فيها بيبان تمكين للدعم والاستمرارية وتطوير الأعمال. تطوير الاستثمار هذه حرصها تطوير المؤسسات ودعمها لمواصلة الأعمال عزز ثقة المستثمر وعزز ثقتنا وتواجدنا في السوق. ف يعني تمكين كانت لها خطوة أثرها واضح جدا ويات في الوقت المناسب اللي أتاح لنا فرصة أن نغطي أو نقلل من بعض التكاليف أو الخسائر الموجودة. نعم. ونفس الوقت بنت ثقة بين المستثمر المحلي والأجنبي، يعني هم الشركات الثانية صار عندها ثقة لأن في داعم يكون موجود ومتوفر دائما متاح في أي وقت نلجأ له. نعم، لو تكلمني بعد عن خطواتكم القادمة لما بعد هذا الدعم. والله خطواتنا القادمة بتكون واضحة، عندنا خطة. أولا احنا بنكثف جهودنا في الاستثمار في الكادر الوطني، هذه أول خطوة، وتقليل طبعا هاي شيء طبيعي أن تقليل المصروفات ومصروفات كشكل عام، وتقديم الحلول الذكية للزبائن بحيث أن نواكب التطورات اللي تكون في السوق، ونفس الوقت لأن السوق بيكون جدا منافسة قوية، فإن شاء الله بنحاول قدر الإمكان طاقة وجهود إن شاء الله ونعدي هالمرحلة. إن شاء الله يا ربي كلنا بتكاتفنا، إن شاء الله نعدي كلنا هذه المرحلة، وإن شاء الله يا ربي يرجع السوق وترجعون. وخطط صراحة جدا جبارة لمسايرة التغيرات الحادثة أو الطارئة على السوق العالمي والسوق المحلي. كل شكر لك السيد ياسر بن شبيب، مدير العلاقات العامة والشؤون الإدارية بمجموعة علي يوسف علي الرضا القابضة، شكرا جزيلا لك. طبعا جميل جدا نشوف مثل هذه ردود الافعال من القطاع والفعاليات الاقتصاديه اللي موجوده في البحرين، يشيدون من خلالها بالدعم الموجه ويأكدون انهم قادرين ان شاء الله على العوده. يعني نرجع للاستاذ السدين جناحي، عضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه البحرين، لو قلت لك نصيحه ممكن نقدمها حق يعني اصحاب الاعمال ورواد الاعمال اللي من خلالهم ممكن يطورون مهامهم ويستفيدون من هذه الجائحه. انت قلتي قبل شوي مثل ما قلتي بحرين، بوابه البحرين الدعم المقدم من خلال هذه البوابه الالكترونيه لترويج الاعمال الالكترونيه، غيرها من الافكار اللي ممكن هم يطرحونها؟ طبعا الشركات البحرينيه لازم تركز اليوم على الابداع، على التنويع، ابتكار مهم. صحيح. جدا. وطبعا شلون يدمجون التكنولوجيا المنصات الإلكترونية الموجودة سواء عن طريق وزارة التجارة أو أي منصة إلكترونية. صحيح. موجودة إحنا اليوم حتى في الغرفة عندنا الأبليكيشن موجود حق كل استفساراتهم كل أمورهم، فلين يدخلون التكنولوجيا في أعمالهم هني بيقللون التكلفة، بيقللون عدد الساعات اللي الموظفين لازم يشتغلون، بيزيدون من الانتاجية، بيزيدون من الإبداع. هني مو بس بيركزون على سوق البحرين، ما بيكون لهم أي حدود، يعني بيركزون عالميا لأن المنصات هذه بتعطيهم اتجاه عالمي والسوق العالمي بيكون سوقهم. فهني يعني يعني توسعهم بيكون أكبر، شركات بحرينية بتطلع للعالمية، أساميهم بتطلع. فالمفترض أي تاجر اليوم في البحرين عنده مؤسسة تجارية في البحرين يفكر شلون يقدر يحول مؤسسته عن طريق الـ 4th Industrial Revolution عندنا والـ Artificial Intelligence. طبعاً احنا تكلمنا عن ذي الموضوع في نوفمبر. نعم. لأن كان عندنا مؤتمر في الغرفة قبل الجائحة. صحيح. وكان مفروض أن يا جماعة ركزوا خلال 3 سنوات، بس اليوم لا، الجائحة سرعت موضوع التكنولوجيا التحول الإلكتروني. بالضبط. فالمفترض كل مؤسسة كل تاجر بحريني اليوم يفكر شلون يدخل التكنولوجيا في نظام عمله على أساس أنه يركز في تقليل تكاليف العمل، تحسين إنتاجية العمل، وطبعاً يكون عنده اتجاه عالمي. بالضبط. وبس التركيز يكون على البحرين عالمياً. إيه؟ يعني حتى ساعات العمل راح تزيد من خلال تواجد الموظفين في المنزل ومتابعة. إيه؟ إجراءات البيع. إيه؟ إلكترونياً. بالضبط، أكيد. يعني فعلا نصائح جدا جدا مهمة، وأنا أعتقد بعد أن التركيز على العنصر البشري البحريني أيضا ممكن أن هو يكون أحد الحلول الناجعة. وشفنا إحنا شلون البحرينيين ثبتوا مواقفهم الإيجابية في سوق العمل، شلون صمدوا كعاملين. أيضا لو في كلمة أخيرة حابة توجهينها أستاذة سمية. إحنا كغرفة البحرين طبعا قلوبنا وبيباننا مفتوحة لكل تاجر في البحرين اليوم،
حابين ان نسالهم ونطلب منهم ان يتواصلون مع الرؤساء واعضاء العشر لجان القطاعيه اللي عندنا علشان نسمع منهم همومهم مشاكلهم اقتراحاتهم، وان شاء الله مع بعض نقدر نطلع من هالفتره الصعبه والتحديات، يعني نغطي على التحديات ونطلع باقل خساره ممكن للجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، واكيد مساعيكم واضحه ووجودك معنا اليوم مقدر جدا، وان شاء الله يا رب هذه يعني أزمة راح تعدي إن شاء الله وراح نرجع قبل، وأكيد إحنا مستعدين حق التطورات اللي جاية والتغيرات الإيجابية اللي راح تحدث. كل شكر لك أستاذة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لتواجدك. يعطيك العافية. بالتأكيد مشاهدينا فاصل راجعين لكم في مجتمع واعي، خلكم معنا. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة، باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضا قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، يشكل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة
2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية الصادر عن جلالة الملك المفدى خطوة مهمة تسهم في مد عمر الصناديق التقاعدية وتعزيز مساعي الحكومة للحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية وأيضا حماية مستحقات المتقاعدين. طبعا يأتي هذا المرسوم استكمالا للمقاصد الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللي نصت كلها على الحق في الضمان الاجتماعي. طبعا الحديث أكثر حول هذا الموضوع فريق إعداد برنامج مجتمع واعي سأل سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى في اتصال مسبق عن رأيه حول أهمية المرسوم بشأن صناديق ومعاشات التقاعد وأثرها على استدامة الصناديق. خلينا نتابع إجابته. مساكم الله بالخير جميعا، انتهز هذه الفرصة كذلك لمسي بالخير على السيدات والسادة المشاهدين وأشكركم على هذه الاستضافة. أعتقد أنه من المهم جدا أن أشير إلى الخطاب الملكي السامي وذلك لدور الانعقاد بالمجلس التشريعي الأخير الذي يعني أكد فيه سيدي صاحب الجلالة ودعا فيه أعضاء السلطة التشريعية بأن يراعوا في تشريعاتهم القادمة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية وذلك بمواصلة جهودهم وجهود من سبقهم في دعوة الإصلاحات والإجراءات ودعمها وذلك فيما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. وكذلك أيضا دعوة سيدي صاحب الجلالة في نفس الخطاب الملكي السامي الحكومة بأن تضع ضمن أهم أولوياتها خطط ولازمة لكذلك لدعم هذه الصناديق ودعم كذلك مبادرات من شأنها أن تزيد من الاستثمارات وكذلك تنوع مصادر دخلها وذلك أيضا من خلال أيضا مراجعة سياسات الحكومة فيما يتعلق بالصناديق التقاعدية. هذا الخطاب الملك السامي الذي يعني دائما ننظر له كأعضاء للسلطة التشريعية باعتباره خارطة الطريق إلى المستقبل في كيف يجب علينا أن نعمل ضمن هذه الخارطة وضمن هذه المبادرات التي دائما ما يطلقها سيدي صاحب الجلالة. وبالتالي أعتقد بأن هذا المرسوم هو مرسوم مهم لأنه يعطي هذه الصناديق أهمية قصوى ويضع جملة من الحلول ومن المبادرات التي تضمن بداية ديمومة هذه الصناديق وكذلك إطالة عمرها وكذلك أيضا تقي هذه الصناديق من المخاطر لكي تقوم بعملها وعملها الأساسي هو أن تؤدي استحقاقاتها من معاشات وغير ذلك إلى من يستفيد من هذه الصناديق. أعتقد كذلك بأن هذه الإصلاحات الأخيرة أتت في النهاية لتلبية ما نرمي إليه جميعا كل خطط الحكومة أكيد وكل مبادرات أعضاء السلطة التشريعية أكيد هي في النهاية تصب في مصلحة المواطن. المواطن هو محور التنمية وهو ما نقوم نحن كأعضاء في السلطة التشريعية وتقوم كذلك الحكومة الموقرة من خلال مبادراتها وبرامجها ومن خلال عملنا نحن كذلك كمشرعين في الحفاظ على مكتسباته وفي أيضا يعني ضمان بأن يكون دائما الغد أكثر إشراقا. الصناديق التقاعدية كما نعرف جميعا واجهت بعض التحديات وكان واجبا بأن تفعل يعني بداية هذه المبادرة السامية التي أتت في بداية دور الانعقاد وكذلك أيضا أن تفعل يعني ما نرمي إليها أن تفعل الخطط التي نرمي إليها في أن نحفظ هذه الصناديق وأن نقوم بمجموعة من المبادرات لمواجهة هذه التحديات التي يعني تعاني منها هذه الصناديق. أعتقد جازما بأن المرسوم سيعمل على أولا تقليص الأعباء وبالتالي مواجهة التحديات، ثانيا هو كذلك يعني أوجد مجموعة من الحلول الواضحة. أعتقد أن هذه الحلول هي حلول مدروسة وأنها ستحافظ إن شاء الله على استدامة هذه الصناديق وستعالج وهو أهم شيء الفجوة بين المصروفات والإيرادات. هذه المبادرة وغيرها من الحزم والإصلاحات ضرورية وليس غريبا أن نقوم بين فترة وأخرى بمراجعة سياساتنا، ليس غريبا أن نقوم بين فترة وأخرى بإصدار تشريعات جديدة وتبني مبادرات جديدة من شأنها أن تنعش هذه الصناديق أو أيضا أي منحة آخر من مناحي الحياة في مملكة البحرين. ميزة التشريعات بأنها تشريعات حية وفي وقت الوفر
الكل يستفيد، وفي وقت التحديات يجب أن نقف صفاً واحداً وأن نحافظ على هذه المكتسبات. هذه التعديلات الأخيرة تعديلات ضرورية، وأنا كعضو في السلطة التشريعية مع هذه التعديلات، وإن شاء الله واثق بأنها يعني ستعالج التحديات التي تعاني منها الصناديق. ودائماً ننظر إلى المستقبل بتفاؤل، وننظر إلى المستقبل بأن المستقبل دائماً والقادم دائماً أجمل، لسبب بسيط أننا في مملكة البحرين ملتحمين مع قيادتنا، وأننا في مملكة البحرين قادرين على التغيير الإيجابي، وقادرين على أن نتبنى يعني مبادرات تعالج أي مشكلة وتواجه أي مشكلة قبل أن تتفاقم، ولا سمح الله يعني تنفذ ما في هذه الصناديق من أموال، وبالتالي لا تستطيع أن يعني تلبي ما أنشئت من أجله، وهو منح المعاشات التقاعدية للمستحقين. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم، وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة؟ وشلون نحمي نظامنا الصحي؟ خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة. خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض، ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري. يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية، ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم، في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية كلنا فريق البحرين. حياكم الله من جديد، وخلنا نبتدي من نهاية الفاصل الأخير. التزم بمسؤولية، وإحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، مقبلين على يوم الوقفة بعرفة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال. مشاهدين الكرام، في عيد الأضحى دائما مثل ما احنا نشوف ومثل ما احنا تعودنا في السنوات الماضية نتجمع كلنا، الأسرة، الربع، الأهل، الأقارب، لكن مثل ما صار في عيد الفطر الأخير يصير في عيد الأضحى اللي جاي إن شاء الله ما نتجمع لهذه الفترة بالتحديد، لكن إن شاء الله في المرات الجاية بنتجمع بعد ما تنتهي هذه الجائحة. نبتعد اليوم، نبتعد لصالح أهلنا، أمهاتنا، أبهاتنا، أخواننا، لمصلحة عيالنا، لكن إن شاء الله الأيام جاية والأعياد ما بتنتهي إن شاء الله. بالفعل يعني نبتعد فترة يعني فترة قصيرة بالضبط، عشان نتلاقى وإحنا بخير وصحة. يعني يمكن الموضوع فواز ما يكون بهالسهولة اللي إحنا قاعدين نطرحها، وإنه صعبة على النفس فعلًا على أمور تعود عليها ومدة شوية طالت، لكن لما نتفكر في أبعد من كذي، فكر لو إنك نقلت هذا الفيروس عن طريق الخطأ حق أحد تحبه وما بتشوفه طول عمرك في حياتك. هني فكر فيها بهذه الطريقة، فكر فيها ما عليه أنا ما عليه، شوي بعيد بتواصل معاهم إلكترونيا، بتصل فيهم بعايد، ما بنساهم من العيدية، ما بنسى ولا شيء، وبحط قدوع العيد وبلبس لبس العيد وبصور لهم وراح نتبادل هذه الصور. ما عليه، عيد ويعدي، وإن شاء الله يا رب ما يمر علينا عيد الفطر الجاي اللي احنا نكون كلنا متيمعين وعايشين حياتنا وفالينها مثل ما احنا متعودين. أيوة والله صديقتي، حتى على طار العيد الحين بعد الحية بية جريبة، صح، سووا الحية بية في البيت حق عيالكم وخلهم يستنسون فيها، وقولوا لها إن شاء الله بعد نهاية هذه الجائحة كلنا بنروح على السيف وعلى البحر وبنقطع الحية بيها. يا حالات بحر البحرين عاد. الله. وحتى الله. البحرين، بحرين اللي وحشتنا اللي ما طلعنا فيها وايد في هذه الفترة، وفعلاً التزمنا وما طلعنا إلا للضرورة. أكيد إحنا هنا بعد في تلفزيون البحرين راح نكون متواصلين معاكم في العيد وراح ننقل لكم هذه الأجواء، وأعتقد هذه فرصة ممتازة إن إحنا نرجع حق لقطات من بحريننا الغالية ونحطها لكم ونستعرضها لكم ونقول لكم هذا البحرين اللي إن شاء الله بتعاوننا كلنا راح نقضي على هذا الوباء وراح نطلع فيها وراح نستمتع فيها وفي جمالها. شكلش للو تبي من مخرجنا عبد الرحمن المناعي حط لنا لقطات. أي والله، وغنية حلوة. يلا هذه طلب، حط لنا لقطات حق أهل البحرين وحق البحرين اللي وحشتنا. Thank you.
نشكر بالتأكيد مخرجنا على هذه اللقطات المميزة لمختلف محافظات البحرين، واليوم محافظتنا العاصمة، وشفنا البنية التحتية وشفنا المواقع الجميلة جدا والمجمعات التجارية. هذه بحريننا الجميلة. اي والله صدقتي يا لولو، بنية تحتية اقتصادية وعقارية مميزة تتمتع فيها البحرين، إلى جانب الكلفة وأيضا التنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية وأيضا الاستجابة لها. هذا كله يرجع بفضل الخطط الاقتصادية، هذه الخطط الاقتصادية والعقارية المختصة في الاستثمار تكونت لتحسين القدرة التنافسية وأيضا لخلق فرص عمل لعمالنا المهرة وتحسين مستوى المعيشة الفرد، وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوفرة لخلق مركز أكثر جاذبية للأعمال التجارية. رغم هذا التحدي ألولو الصحي، لأن الخطط المسبقة والتنظيم الاحترافي مكن المملكة من السير في هذه الجائحة العالمية بأقل الخسائر والأضرار. بالفعل يعني يا فواز، فالقطاع الحكومي والقطاع الخاص في مملكة البحرين يعملون على مدار الساعة لكبح الخسائر وإيجاد الحلول عشان نتجاوز هذا التحدي الصحي وتداعياته الاقتصادية. وللحديث أكثر عن الاقتصاد والشراء العقاري بشكل خاص، معنا عبر السكايب السيد فخرو جناحي، خبير عقاري دولي معتمد. مساك الله بالخير سيد فخر، يعني يا ليت تشرح لنا طرق التعامل مع شراء العقار وخصوصا خلال هذا التحدي الصحي. بالبداية أود أشكركم على الاستضافة في برنامجكم الغيم مجتمع واعي، وقبل ما نبتدي بطرح طرق التعامل خلينا نشوف ما سوت حكومة مملكة البحرين من تأسيس وأسسة التنظيم العقاري لحفظ حق المشتري والبائع في المعاملات العقارية. أنا عندي خمس نقاط، الخمس نقاط دي بذكرهم بسرعة عشان تكونون تعرفون الطريقة وشون نكون نلتزم فيها. في البداية أول نقطة هي يجب التعامل مع مكتب ووسيط عقاري مرخص. الوسيط العقاري يكون مرخص من مؤسسة التنظيم العقاري، المكتب يكون مرخص من السجل التجاري. أهم شيء أن يكون الوسيط العقاري مرخص للتعامل مع المشتري، ومن حق أي مشتري يطلب من الوسيط العقاري إثبات انه يزاول المهنه ومرخص، من حق المشتري طبعا. النقطه الثانيه يشوف سعر السوق، سعر السوق بكم القطعه اللي بيشتريها او العقار اللي بيشتريه، ان كان حق الاستثمار او الاستخدام الخاص اي مكان، يشوف السوق كم سعره، لازم يدرس السوق، يعني يلتفت يسأل مرة مرتين، يدش على الويب سايت، يدش على السوشيال ميديا، عنده طرق عديدة وسائل الإعلام، يحصل لازم يدرس الموضوع. النقطة الثالثة هو شنو؟ الدخول على المنصة الإلكترونية حق مؤسسة التنظيم العقاري، يقرأ القوانين، طريقة الشراء، طريقة التعامل، طريقة الأساليب، عقود الإيجار النموذجية، كل ذي يدش عليها يقراها لكشان يكون عنده خلفية واضحة. رابع شيء يطلب من الوسيط العقاري صورة من الوثيقة المراد شرائها عشان يروح يفحص على العقار نفسه في السجل التجاري، يشوفها خالية من أي شبهات، خالية من أي متطلبات قانونية، خالية من أي شيء. إذا كان العقار نظيف ما عليه أي التزامات فيكون إجراءاته سليمة. طبعا كل هالإجراءات من واحد للأربعة اللي ذكرتهم هي إجراءات روتينية يقوم فيها المشتري مع الوسيط العقاري، بس اليوم مع الجائحة
الموجودة في العالم كله وخصوصا في البحرين، فصار السوشيال ميديا هو الشيء الوحيد اللي صارت عملية التواصل فيها. مثلا أنا أتصل حق وسيط عقاري مرخص أقول له لو سمحت بشتري العقار الفلاني، فتواصل معه عن طريق شنو؟ عن طريق الواتساب، يطرش لي المعلومات، يطرش لي الموقع، أروح أفحص العقار بروحي لما أتفق ويا الوسيط العقاري على إنهاء الإجراءات. طبعا في إنهاء الإجراءات بين الوسيط والمشتري يكون هناك لازم ناخذ موعد خاص وفرت لنا إدارة التسجيل العقاري عن طريق نروح الذهاب إلى التسجيل العقاري أو ناخذ لنا موثق خاص. ففي هالناحية نروح نخلص المعاملات معاملات العقار تسجيل العقار. كل اللي احنا سويناه ليش؟ حرصا عدم التجمع وخليك في البيت. يعني اكيد المواطن اللي قاعد يشوف اللقاء الحين تشوق حق هذا المجال، فكيف يمكن المواطن انه يعمل في هذا المجال خاصه اذا كان عنده وقت مع تطبيق العمل بالمنزل؟ طبعا العمل في وساطة العقارية ترخص على او يختص بالوسيط العقاري المرخص من مؤسسة التنظيم العقاري، واي مواطن يرغب في مزاولة هذه المهنة فيجب عليه ان يقدم بطلب لمؤسسة التنظيم العقاري لمزاولة هذه المهنة، فيقوم بالاجراءات القانونية والطلبات اللي تطلبها المؤسسة التنظيم عشان يوفقون له على الطلبات ويوفقون له عشان مزاولة المهنة. فإذا أي مواطن قام وباشر الموضوع في مزاولة المهنة بدون ترخيص فهو يكون خارج القانون ويخالف قانون مؤسسة التنظيم العقاري. يعني أستاذ فقرو، لو قلت لك قيم لي خطوات الاستثمار في مملكة البحرين من ناحية سهولة الإجراءات وغيرها، شلون تقييمها؟ شلون تقييم عندك؟ الحمد لله وبفضله مملكة البحرين فيها الاستثمار سهل وإجراءاتها سلسة خصوصا من قبل منصة الإلكترونية حق مركز المستثمرين. يعني وانت قاعد في أي مكان كمستثمر في أي دولة تدش على المنصة الإلكترونية حق مركز المستثمرين بالبحرين وملي بياناتك تحصل لك الموافقة في أسرع وقت ممكن طبعا، وتضمن حقوق المستثمر بدون أي عب. وإذا نلاحظ مدى ارتفاع نسبة المستثمرين في البحرين تشوفهم يعني من كثرة سهالة الإجراءات، يعني تسهيل الإجراءات من قبل مركز المستثمرين للمستثمرين خلت أن الناس ترغب في الاستثمار في البحرين. وإذا نقول عن الاستثمار في القطاع الخاص أو القطاع العقاري، تلاحظ أن القطاع العقاري في البحرين مستقر نوعاً ما. طبعاً ما نقول أن البحرين ما نزلت في الأسعار ولا صعدت في الأسعار، بالعكس نحن نلاحظ أن الاستثمار بالعقار والنسب العائد فيها ما تتغير. اللي يتغير فيها قيمة العقارية بين تحت أو نزوله في السعر أو صعوده في السعر. هني المستثمر يعرف أن المستوى الاستثمار في البحرين مريح، يعني في النزول ولا في الصعود، فيركب في الاستثمار في البحرين. الخبير العقاري الدولي المعتمد السيد فخرو جناحي، كل الشكر والتقدير لك. حالة مصابة راح تجمعات عائلية، وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو COVID-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد،
وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه، وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوولنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات على أساس تتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف أنه هو يعدي، وخاصة أنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركيض وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى أن أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. حياكم الله من جديد. الأعمال التطوعية مشاهدينا الكرام والإنسانية هي معلم من معالم التنمية الاجتماعية ومؤشر على وجود الطاقات الذاتية المحفزة في المجتمع والقادرة على العطاء والنمو، حيث يشكل المتطوعين قوة محركة للاقتصاد بمقدار ما يساهمون فيه في تقديم خدمات اجتماعية متعددة في التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبيئة وخدمات حتى كبار السن والمعاقين. طبعا مملكة البحرين يا فواز ولله الحمد تسخر بالعديد من الأعمال التطوعية الإنسانية بأبنائها من كل الأجيال اللي تربوا على تنظيم العمل الخيري والاجتماعي في الخليج، وأول من بادر بتنظيم الأعمال التطوعية للخدمات الاجتماعية التعليمية والصحية والبيئية وغيرها. ولا زالت البحرين بعد ناشطة في مجال العمل التطوعي سواء داخل البحرين أو خارجها. صديقتي يا لولو، اليوم معنا عبر سكايب مريم باسلار، احدى المتطوعات من فريق البحرين. مريم يمسك بالخير اول شيء، والتطوع مو بشيء جديد عليك يا مريم، اكيد خبرينا وين تطوعتي مع فريق البحرين. تفضلي مريم. مساكم الله بالنور والسرور. طبعا هالمره تطوعت مع فريق البحرين وبالتحديد في خط الوطني ساخن 444، واحنا مثل ما يسمون الباك اوفيس، الجماعه اللي نرد عليكم لما تتصلون وتخبرون ان عندكم اعراض او في مشاكل نحتاج نحلها. طبعا نتلقى العديد من الاتصالات بقضايا مختلفه بحالات مختلفه، نحاول نساعد المواطنين كثر ما نقدر وبكل الامكانيات اللي موجوده عندنا، سواء عندكم مشاكل متعلقه بالكورونا او عندكم اعراض وتحتاجون موعد الفحص.
يعني مريم ما شاء الله عليك انت وايد نشيطه وموجوده في معظم الفعاليات التطوعيه والخيريه بعد. مريم يعني لو تخبرينا شنو اضاف لك التطوع في مجال مركز الاتصالات تحديدا؟ طبعا التطوع في مركز الاتصال الوطني اذا زاد يعني فيني شيء ولا اضاف لي شيء فهو زاد حب الوطن فيني وش كثر انا احتاج اقدم لهذا الوطن. الشغل ابدا مو بسهل، ناس تتصل تزف، ناس تتصل تشكر، ناس تتصل تعطينا يعني امور مختلفه، بس يعني حبنا للوطن هو اللي كان يخلينا نقوم الصبح ولا نقوم في الليل حق شفت الليل ونقول احنا فعلا نبي نخدم. شنو الديره قاعده تقدم حق المواطنين في هذه الظروف اكدت لي ان يعني الوطن فعلا هو الام، الوطن هو اللي بيشيلنا وهو اللي بيعطينا وهو اللي بيسوي لنا. فغير المهارات الثانية اللي اكتسبناها من تحمل الضغط، تعامل مع ناس مختلفة، ما توقع في شيء بيكبر في قلبي حب للوطن كثر هذه التجربة، خاصة في هذه الظروف. أنا أقول إحنا عايشين تقريبا حرب، وإن إحنا نقدر نقدم لو بشيء بسيط فهو يعني نعمة نشكر الله عليها، الحمد لله رب العالمين قدرنا نعطي لو فترة بسيطة من شبابنا وعمرنا وقتنا حق الوطن. يعطيك العافية على هذا التفكير المميز. يعني مريم فريق البرنامج قال لنا إن عندك سوالف ومواقف حلوة، يا ريت لو تخبرينا بعض هذه المواقف. أنا لو بعد القصص اللي مرت علينا في فترة تجربتنا في تريبل فور ما بنخلص، في بعضها المضحك بعضها المحزن، بس اللي فعلا أثر في نفسي أذكر يعني اتصال من شخص كان أبوه مخالط حق مخالط، فكان بس يستفسر يعني إن شنو الإجراءات اللي لازم نتبعها وشنو لازم يسوي. فقلت له من تطلع نتيجة المخالط بس تخبرنا وإحنا بنقول لك الإجراءات اللي تحتاج تتبعها. فقلت له أنا بكلمه اليوم الثاني الصبح لأن أداوم يوم ثاني اللي ما تطلع النتيجة يعني. والله كتبت رقمه في دفتري ومن دوامت اليوم الثاني اتصلت فيه، اطمنت على والده وعلى نتيجة الشخص المخالط وطمني ان كل الامور طيبة الحمد لله. اللي وايد لامس قلبي ان انا سويت العمل ذي لان شغلنا احنا نتأكد ونطمن على المواطنين ونشوف شو اللي نقدر نسوي. بس اللي ليه اليوم يرن في اذني لما قالي جميلكم دين حط على راسنا من فوق وما ننسى لكم ابدا، هو ما يعرفني ولا شافني حتى اسمي ما يعرفه، بس لما يعني نسمع كلمه ذي في 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 ضغوطات احنا قاعدين نعيشها في في مهام صعبه احنا قاعدين نأديها، كلمه واحده خلتني اشتغل شهر كامل وانا يعني مستشعره هذه الكلام اللي قال اليوم. انا ما سويت شيء، انا رفعت التليفون اطمنت عليه. ف أنا أدري إن في حياتي يعني الكلمة الجميلة ولا البسيطة بعطيها وزن أكبر، لو حسيت إنها ما لها أثر، بس أنا ما أعرف الشخص اللي قدامي شنو قاعد يمر فيه وش كثر مهمة بالنسبة له. فلما الواحد يسمع كلمة كذي بسيطة تشيله وتحفزه وتدزه إنه يلا روح سوي أكثر، فجزاه الله خير هاي الشخص اللي أنا ما أعرفه ولا يعرفني بس سمعني كلمة أكد لي أن تواجدي في هاي المكان كان مهم، وأكد لي أن الكلمة الطيبة لها أثر أبداً ما ينسي. مريم بسلار أحد المتطوعات في فريق البحرين، كل الشكر والتقدير لك، يعطيك العافية. أكبر مشكلة في كورونا أنك ممكن تكون مصاب وانت ما تدري، أقصد أنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات راح يقل عدد المصابين من 406
إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل، بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. مشاهدينا راح ننتقل معكم الحين إلى زميلي فواز اللي يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكراً للوا. بالتأكيد راح نستعرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين 27 من شهر يوليو 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 788,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 3300 واحدة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3254 حالة، فيما يبقى 47 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 98 حالة، أما المتعافون فيبلغون 35689 متعافي. الوفيات 141 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 384 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 199 حالة لعمالة وافدة و177 حالة لمخالطين وثمان حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالة وفاة واحدة وتعافي 484 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين، والكلمة لشلوة تفضلي. شكرا لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا الكرام، البحرين ولله الحمد تجربتها في التصدي لفيروس كورونا يعني كان مثال يحتذى به بشهادة العديد من المنظمات الدولية، ويبقى الأهم من في تحقيق النجاح هي المحافظة عليه والمواصلة بعزم بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية. بالفعل لولو، يعني اليوم كل فرد مسؤول تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، والتزام المسؤول بكافة الإجراءات هو الطريق الصحيح والمكمل لكافة الجهود المستمرة في مواجهة هذا التحدي. اليوم تقديرنا وشكرنا لكافة الجهود اللي تبذل من قبل فريق البحرين الوطني، اللي يجب أنها تنعكس على سلوكنا وعلى عاداتنا، لأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات والتهاون فيها هو تهاون لكل ما تحقق من إنجاز وتقدم في مواجهة هذه الجائحة، وعدم مراعاة لجهود كوادرنا الطبية اللي تواصل عملها على مدار الساعة في سبيل صحة وسلامة المجتمع. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقتنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، باكر إن شاء الله مع الزملاء باس بسام ورقية. تمام، الله، مع السلامة. في أمان الله.